السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد الوجه مثل ما سعدتوني، حط الكومنتات حط 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 الكومنتات اللي تسعد القلب وتخلي الواحد يستمر. أول شيء يا إخوان اسمحوا لي بس بطري سالفة يعني، أبغاك يا عزيزي المشاهد اللي تسمعني تحط نفسك مكاني، أنت يوتيوبر ابتديت عندك المشاهدات 20 ثلاثين مشاهدة 15 مرات. جاك أحد الأشخاص في أحد المقاطع معلش ثواني خذ هذا يتفتف وبكمل خامس ما عليه من سا... مناسبة من العشرة آلاف فتخيل يا عزيز المشاهد يجيك واحد ما تعرفه يكتب لك كومنت استمر الله يعطيك العافية دعم مادي والله الفيديو ممتاز ما شاء الله تخيل في كل مقطع في كل مقطع يا اخوان بدون اي استثناء، حتى البثوث، والله العظيم اني بثيت ثلاث واربع وخمس ساعات، بس هذا الشخص موجود معاك من اول البث لاخره متفاعل في كل لقطه، انا اشهد اني ما قابلته ولا مره الى الحين من اكثر من ما اعرف اربع سنين خمس سنين، لكن يشهد الله انها اقرب لي من ناس كثير حولي، فاللي ما يشكر الناس لا يشكر الله واشكر هذا الشخص من هذا المنبر ال 10000 وقف معي وقفات وسجل لي تسجيلات في الواتساب ومتواصل معي بشكل شبه يومي لين اليوم وهذا اقل شيء والله اني اقوله في حقه يشهد الله اني اتشرف بكل واحد يشوفني في هذه القناه والله يا اخوان ان هذا الدعم وكل كلمه وكل كومنت جاني انه له تاثير كبير في نفسي فاشكركم على دعمكم المستمر تعرفون اي يوتيوبر دائما فيه اللعبه اللي ترفع قناته وصراحة والله من أجمل الشغلات اللي صارت لي إنها لعبة الدرنج هي كانت السبب يعني مثلا لو طلعت على لعبة ماينكرافت مثلا الجمهور ما راح يكون متفهم أو الأعمار ما راح تكون يعني بوجه الخصوص المهم بما أني طريت موضوع يا إخوان اللعبة هذه أنا لعبتها كثير ونزلت عنها مقاطع كثير وما زلت ولا أقدر أغطي كل شيء موجود فيها ولعل الكثير منكم أه صارت مقاطعي قديمة بالنسبة له لأن ما شاء الله أنتم سباقين واليوتيوبر يحتاج أنه يكون سباق وأنا أعتذر عن هذه الشغلة ودائما لجيت أنزل هذه الأيام والله أقول لعل اللي بيلعبون لعبة بيستفيدون من المقطع لعل اللي لسه أه يلعب على الخفيف زي كذا مداوم ولا شيء يكون شغلات شويها جديدة عليه نوعا ما وحاول يشهد الله قدر الإمكان أنه يكون الفيديو يعني فيه معلومات للجميع سواء اللي ختم ولا اللي توه بادي ولو لاحظت أنكم بتشوفون مقاطع جدا قصيرة والله بسبب أه الدوام اللي ما يعرف ترى انا مهندس مدني يعني شغال في المقاولات وبناء البيوت وكذا البلل واللي متابعني في سناب او في انستغرام ممكن يشوف الستوريات في المواقع فالوقت شوي أه لك عليه لكن احاول قدر الامكان ان الاستمراريه يكون هدفي الاول في اليوتيوب فدائما احاول انه يكون المقطع مقدور عليه او قصير وفيه كميه معلومات كافيه ان الواحد يستفيد منها او جميع الفئات تستفيد منها اللي مختم واللي تو بادي. الشغله الثانيه والله كومنتاتكم غير اني انا احب انزل شروحات لو شفتوا اول مقطع لي في القناه اصلا منزل شرح فاصلا بادي القناه هذه اني انزل شروحات ولكن مش حصرا وغالبا بتشوفوني بعد فتره انزل العاب منوعه ولكن هالفتره ماسكه معي الشروحات غير كذا يا اخي الواحد يوم يجيك مستفيد من, من شروحاتك او تقدم له شيء لمسه في اللعبه او شغله ما يعرفها هذه من اجمل الشغلات صراحه اللي ممكن تصير معك وهذا توفيق من الله ورضى الوالدين ودعم هنتر بذلكم بهنتر اليوم ويستاهل كل خير هذا المخلوق وعنده حساب تيك توك يا ريت انكم تدعمونه لوجه الله يعني هذه صدقه جاريه منزلها الحساب هو وشغال عليه بشكل اسبوعي جزاه الله خير ولا طلب مني والله اني اعلن له ولكن شاركوه الاجر انشروه في السوشيال ميديا او جروبات الواتساب وهذا ابتغاء والله اجر خصوصا اننا في ايام مباركه لابد الواحد يتغانم الشغلات ولو انكم تشوفونها بسيطه لكن مثل ما قلت لكم متواصل مع شبه يومي واعرف انه شغال الرجال بمجهود ويا زين هذا المجهود اللي الواحد يخليه لاخرته شكرا من للقناة القناة وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت ولا تنسون تذكروني بدعوة ظهر الغيب في هذه الأيام المباركة ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته